رح علمكم اليوم كيف تعملوا كعك الشعنينة. بتجيبوا أول شي كيلو طحين فرخة وكيلو طحين أبيض، كيلو سكر، 800 جرام زبدة، باكيه محلب يلي هو بيطلع تقريبا ملعقتين كبار محلب، ملعقتين كبار خميرة البيرة، نص كباية حليب ليكيد، ونص كباية ما زهر وما ورد مع بعضهم. تخلطوهم كلهم مع بعضهم وبتعجنوا. ما ندوبوا الزبدة على الغاز، الزبدة خليها تسوح وبإيديكم دوبوها وخلطوهم كلهم مع بعضهم، بصير عندكم عجينة مثل هيدي. تعملوا بولة صغيرة هيك بتطولوها، ترجعوا بتقفلوها فوقها وبتحطوها. قبل ما تحطوها انا حطيت بابيي بار وحطيت فوقه سبراي، وبرجع حطها هون. بعمل واحدة تانية قدامكم بولة، قد ما بدكم فيكم تكبروا، قد ما بدكم فيكم تزغروا، بس ما تزغروا كتير لأنه بيعضوا. وما تنسوا النفس بالطبخ. هابي ماترز داي، جتان ماما، بيزو.